يلا سلام سلام يا ابطال، سلام عفي عليكم. الكاس بينف اي والله جيت في كل بيت. حي الله العماني يا هلا بالعماني ابد والله اي والله عشقنا مجنون نحبك نحب ولا اشهد نسال الله العون يا الله العون على هذا علمنا إيه والله قطع دوم سنة دوم دوم وينها وين الصدقة وين الصدقة وين يا مجنون هدفنا غالية منتخبنا إذن أحمر أحمر نبدأ الآن رحنا لك مع منتخبنا في الملعب وستنطلق بعدها إن شاء الله تعالى الأفراح مع نجوم الفن العماني وغناوي عمانية. الإضاءة وين؟ الإضاءة وين؟ الكاس معاكم، الكاس بينكم، الكاس بينكم يا جمهورنا، يلف بين مدرجات ومع جمهور مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، حيث الاحتفال الجميل والأكيد والرائع الذي كان يوم الأمس بصناعة الإنجاز واليوم بالاحتفاء بالإنجاز وأبطاله. نعم شكرا بكل ما تحمل الكلمة من معنى، شكرا لكم يا أبطال لأنكم أفرحتم عمان يوم الأمس من أقصاها إلى أقصاها. نعم كل بيت في عمان والعيون كانت تذرف تذرف فرح تذرف سعادة منتشرة بإنجاز أبطال وشباب عمان. الله يديم هذه الفرحة، الله يديم هذه السعادة علينا جميعا. عساها أعمالنا دوم فرحة يا رب قولوا آمين، وعسى تاج راسنا قابوسنا المفدى دوم بصحة وعافية وسلامة اللي رسم هذه البسمة في دارنا وهي تمضي من ماضيها لحاضرها لمستقبلها بكل ثبات. عاهد وأوفى وراهن على أبناء عمان وهم يسطروا الإنجاز بالإخلاص أولا وأخيرا لعمان، مكتسباتها أمنها أمانها حاضرها وحدتها. أبطال يا أبطال، نعم اليوم نقول شكرا لكم أنتم وشكرا لكل من صنع هذا الإنجاز، لاعب إداري فني الاتحاد العماني لكرة القدم البيت الكروي الأول أكيد لمنتخباتنا الكروية. التحية لكم من وزارة الشؤون الرياضية التي تنظم هذا الاحتفاء باسم عمان مع الرعاة أيضا الداعمين والمساهمين، فلهم كل التحية. البيت الرياضي الأول في عمان وزارة الشؤون الرياضية تنظم هذا الحدث باسم عمان ليكون هذا الكرنفال الذي نشاهده الآن أمامنا ونجومنا يحتفوا بهذا الإنجاز. يا جماعة الخير هي أكثر من كورة، هو أكثر من حصاد، هو أكثر من إنجاز، هو أكثر من بطولة، الموضوع أكبر من كذا جماعة الخير. هي فرحة وطن، فرحة وطن، فرحة وطن بقائد وإنسان وأبطال صنعوا الإنجاز. بصوت واحد يلا حيوهو جايين 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 الله معنا للفوز ناوي. أريد أسمع أسمع يلا أيديكم رف رف يا عالم الأفراح. جايين جايين الله معنا للفوز ناوي. السلام عليكم السلام يا
نحبك يا عيني. إذا لحظات ويعود المنتخب ونبدأ أيضا نحتفل معاهم مع أهل الفن والنقب ومحطات فنية قادمة لجمهورنا مع الأبطال. يلا حيو سنعود للمنصة مع النجوم ومع أهل الفن والنغم احتفالا بأبطالنا. ونحبنا للمنصة ونبدأ معهم من جديد مع أهل الفن والنغم احتفالا بالأبطال. أحمر أحمر نجيب. أي والله لاجل السلطنه صوتنا واحد قلبنا واحد معك دوم منتخبنا نبضنا واحد. اسمع قلبنا واحد اللي فوق قلبنا واحد واللي هناك قلبنا ونبضنا واحد ايوه نبضنا واحد صوتنا واحد اذا قلبنا واحد معك دوم منتخبنا